بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سعدنا اليوم بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لختام فعاليات ومنافسات هاكاثون البرمجة والأعمال 2020. الحقيقة الهاكاثون امتد ل 24 ساعة، ولكن سبقها تحضير في المرحلة الأولى خلال نوفمبر من العام الماضي بمشاركة العديد من المتسابقين عن بعد في منازلهم في تحديات برمجية لإثبات قدراتهم التقنية. بعدما تأهل مجموعة من الفائزين الذي أثبتوا جدارتهم من خلال التحديات البرمجية في المرحلة الأولى، شاركوا معنا هذا في هذا الهاكاثون بالتقائهم برواد أعمال أو أصحاب أفكار لمدة 24 ساعة ليعملوا على تطوير منتجات واقعية وفعلية ستتحول بمشيئة الله تعالى إلى شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة لتدعم رؤية المملكة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز نسبة أو دور المنشآت الصغيرة المتوسطة في الناتج المحلي. شركاءنا في عيادات الأعمال كان لهم أثر كبير في إنجاح هذه الفعاليات من خلال دعمهم ببرامج إرشادية وتأهيلية خلال فترة الهاكاثون وما سبقها من فعاليات، وكذلك بتواصل الدعم بوجود مستثمرين لهم خبرات طويلة، فترات زمنية طويلة على مدى سنوات، يعرفون بمداخل ومخارج السوق السعودي والأسواق العالمية، أبدوها ومرروها لشباب في مقتبل العمر من خلال نصائحهم وتجاربهم. كذلك قدموا دعم مميز لجيل المستقبل من الشباب أصحاب الأفكار الواعدة.